معايا استاذ حمدي احمد اللي رسم صوره الكاريكاتير. يا استاذ حمدي، حضرتك شايف أهلا. الصوره ازاي دلوقتي بعد ما سمعت كلام الاستاذ ياسر؟ والله هو الموضوع برضو مش هيغير من وجهة نظري في الأب نفسه، انا معاك، يعني الشعور الابوي انا معاك تماما، يعني الشعور الأبوي، يعني هو اللي دفعني إن أنا أرسم الرسمة دي. هو شعوري بالأب في وقت ما شفت الحادث، حسيت بالأب على طول، وحسيت قد إيه هو فعلا في كل بيت، واحد في كل بيت فينا في سوبر هيرو يعني، وبيظهر في الأوقات اللي الطفل بيحتاجه فيها، زي اكبر بطل في سلاسل مارفل ودي سي يعني. بس ما شاء الله طبعا الرسمة عظيمة ومعبرة عن المعنى جدا، لكن واضح ان حضرتك رسمتها بعد دقايق ما شفت الفيديو اعتقد كده. بالظبط، يعني اول ما شفت الحادث لقيت الفكره اصلا، انا وانا بشوف الفيديو شفت الاب بهذا الشكل، صح، ولقيت نفسي اوتوماتيك برسم الرسمه حتى بدون سكتشات بدون اي حاجه، رسمتها على طول تلقائيا، وفوجئت طبعا من ردود الافعال الرهيبه اللي هي كانت فوق تخيلي احسنت والله، من انتشارها. ونقلت لنا المعنى حقيقه يعني. وانا عايز اقول لحضرتك ان انا في بيتي حصل حاجه زي كده، يعني انا نفسي وانا طفل عندي 5 سنين وقعت في ميه من كهرباء، ووالدي وانقذني منها يعني، ولولا مثلا انقاذ والدي في الوقت ده ما كنتش هبدا في احكي ميزان معاك في حسناته يا مكالمه فندم، تليفونيه. في ميزان حسناته، قدر وطفه يعني، الحمد لله. ما الامور ما بتخلاش، ولكن دايما هو ده الاب، يعني ما بنعرفش قيمه الاب غير لما بنكبر وبنتحط في مواقف مشابهه، وربنا يا رب يسلم على الجميع ويحفظ الجميع. بشكرك يا فندم الاستاذ حمدي احمد الرسام اللي رسم الصوره الجميله اللي قدام حضراتكم سوبر بابا، لكن اعتقد ان زي ما تعاطفنا لازم ان احنا ناخد بالنا من تكرار هذه الاخطاء، والناس اللي بتجازف بحياتها وبحياه ولادها وبتعدي من الاماكن زي دي من تحت قطر او من على شريط قطر، فده اعتقد بقى درس قدر ولطف، ولكن في ناس كتير ممكن تاخد بالها من الموقف ده عشان ما يتكررش تاني مع اي حد لا قدر الله، والحمد لله على سلامتهم مره تانيه. واحنا زي ما قلنا مستعدين للدعم النفسي، لو البنت محتاجه اي دعم نفسي او الاب محتاج اي دعم نفسي احنا جاهزين، بس يوصلوا لنا باي شكل عن طريق التليفونات، صفحة البرنامج قدام مدينة الإنتاج، أي شكل بس الأب يوصل لنا، وإحنا علينا الاتنين مش هنتأخر أبداً.